كلماتي. وقف وقف، خلصوني. اهدي اهدي معلم، لا تقرب، هذا فخ. خلصوني، دخلكم ما بدي موت. ما رح تموت معلم، وانت اهدى بماتي. شو اسمك انتي؟ فيدا. فايدكي هذا رح ينفجر، دخلكم خلصوني. فيدا، في حدا اجا معك لهون؟ لا ما في حدا. طيب في حدا كان عم بيراقبك برا؟ لا لا ما في حدا. القنبلة يلي معك، تحكم عن بعد ولا الصايق معك؟ معي معي. استني، أنا ما بعرف كيف وقفه. أنا هلا رح شوفه. أنت بس اهدي، بدنا ننزع عنك القنبلة. تنفجر؟ لا ما بتنفجر. أنت بس خدي نفس عميق واعملي اللي بقلك عليه. عن بعد معناتها ايموه. الحزام يلي لبسوك اياه مفخخ، لازم نطلب فريق مختص. لا بيقتلوني. لا 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 تخافي، انا معك، ما حدا رح يقتلك. ميماتي نزل سلاحك. معلم. ميماتي. اتصل بألبير وقل له يجيب فريق المتفجرات تبعهم، وحاليا بلا ما يخبروا الشرطة وبلا ما يستخدموا نظام اللاسلكي. ولبين ما يجوا الشباب رح نطلع أنا وفداء لبرا ونستنى هنيك. رجلي ما عم يحملوني، رح أوقع. لا امسكي إيدي، رح نطلع سوا. انفجر لجهنم، شو نسوي له يعني؟ شو اللي عم تعمله؟ كان بل كتير بينقص واحد. شو صاير ميماتي؟ تركي قول للناس بلا ما يتلبكوا، المعلم طلع مع القنبلة الحية. قنبلة حية؟ الو؟ انا رح شكل سحب أمني برا فورا، انت لا تقلق ابدا. حسني انت خليك هون، الواحد ما بيعرف شو ممكن يصير، انا بتصرف. أنا ما بقي لي محل روح. لا تخافي، ارتاحي هون. أوعك تتركني وتروح. قلت لك ما راح أتركك. شو صار معك ميماتي؟ معلم هن جايين بالطريق، إذا بدك خلينا نبادل محلات نرتاح شوي. لا 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 أنا منيح. سيد مراد ما في داعي تبقى أنت، كيف ما كان الخبراء هلا بيوصلوا. تركي بيك ممكن توصلنا على 2 شاي سكر زيادة؟ وغير هيك ما رح نحتاج شيء. حاضر. تشربي شاي ما هيك؟ لا تخافي يا فداء، رح تمضى. أنا قبل ما أجي لهون فرجوني صورتك وقالوا لي بس وصل على المستشفى بتروحي وبتفجري. قلت لهم في بالمستشفى ناس تانيين،
قالوا لي بيكون يموتوا كلهم، قالوا لي كلهم أعدائنا. وانت بتسألني إذا بشرب شاي. شايفي كيف خدعوك يا فداء؟ قولي لي وين محلهم هدول اللي خدعوكي لألبس حزام ناسف وفجرهم كلهم. مماتي شو رأيك تشرب لك كاسة شاي؟ أنا منيح هون معلم، بطل تحكي. قولي لي في لك عيلة أو حدا باسطنبول يا فداء؟ في أبي. بدك ابعت لك وراه؟ ما بيطلع بوشي. ليش؟ لأني فت على هالمنظمة ودخلت بهالشغلات، تبرى مني. ليش؟ أبي رجال بيصلي وبيصوم وزعل منا كتير، وقالنا أنتو ما بتخافوا من الله وعم تفرقوا بين عباده. ما كنتي تخافي؟ لوقت ما دخلت على المستشفى ما كنت خاف، بس لما نزلت من التاكسي ودخلت على المستشفى وشفت ناس أبرياء خفت. لما أجيتي لهون ما عطوكي مخدرات؟ أعطوني بس ما أخدتها. تقدري تمسكيها؟ بردوا إيدي يمكن يدفو. بدهم يقتلوني. لا تخافي ما حدا رح يقتلك. إذا ما قتلتني الشرطة مورو بيقتلني. لا الشرطة رح تقتلك ولا مورو رح يقتلك. انت عطيت الشاي للشخص الغلط ما هيك؟ لا، الحلوة للبنت والسادة للسيد مراد. منيح. خلال قديش بيظهر أثرها؟ أثر شو؟ حطيت بالشاي شغلة مخدرة ما هيك؟ لا، ليش هذا اللي لمح عليه السيد مراد؟ وليش ليلمح؟ انت ما بتقدر تفكر؟ لأنه السيد مراد لما اهتم بالبنت يعني افهم. هو بيهمه روح الناس وأنا بيهمني روحه بس. مين دخلك على المنظمة؟ حبيت واحد كان داخل بهالشغلات، مسك إيدي. أنا ظنيت إنه مسكها حب، طلع منشان يضحي فيني، خدعني. قال لي إذا بتحكي بقتلك. قلت له أنا بدي أترك وروح. قال لي روحي الدولة رح بتقوصي. ولهلأ هالشاب المنظمة؟ ايه. شو اسمه؟ ثروت، ايده اليمين لمورو. لو حطيت له مخدر ما كان احسن؟ بخير؟ المرأة لابسة حزام ناسف. ما تأخرتوا؟ لا ما تأخرنا، نحن منحل الباقي معلم. استنانا جوا. لا تتركني، أنا بفضل إني تم هون. إذا بقيت وحدي برتاح أكثر. قلت إني رح أبقى هون.